خبر تاني بتقول أعلنت شركة فودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بهدف تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة تريبل بلاي من مشروع صن كابيتال بهدف التعاون إلى دعم جهود الشركتين في تحسين تجربة العملاء وتوفير التقنيات الحديثة وخدمات الاتصال المتكاملة. وطبعا عشان نعلق على الخبر هيكون معانا مداخلة مع المهندس عمرو دياب نائب مجموعة عربية للتنمية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مهندس عمرو، يعني كنا حابين نعرف من حضرتك ايه الهدف وايه الغرض من توقيع الاتفاقية. حضرتك انا حابب ادخل من المقدمه العظيمه اللي حضرتك بدات بيها دلوقتي وقلتي ان العقار هو مخزن الاستثمار للمصريين على مدار عشرات السنين السابقه. كان ولا يزال العقار في مصر هو المخزن الامن للمصريين في الاستثمار، وده احنا اثبتناه قبل كده في عرض تلفزيوني سابق عن ان في الوقت اللي زاد فيه الدولار من الطرح الاول في صن كابيتال من 2018 بنسبه 100% تقريبا، كان الزياده في سعر العقار داخل نفس الكومباوند وصلت الى ما يقارب الى 350%. ده معناه ان العقار قدر انه يمتص كل الصدمات اللي حصلت بخصوص التعويم الفتره اللي فاتت وحقق ربح مضاعف للعميل اللي اشترى في اول طرح عندنا في 2018. وبناء عليه كانت التفكير ان انا لما بشوف العميل بتاعي محتاج ايه دايما بفكر بان انا بعظم القيمة الاستثمارية للوحدة بتاعته. فاذا كانت الوحدة النهاردة مقامة ومرفقة والعملاء اللي اشتروا في 2018 استلموا بشكل كامل في يناير 2022 في موعدهم برغم كل الظروف اللي حصلت من الأوكرانيا ومن كورونا، الا ان انا دلوقتي بستمر في تحسين القيمة الاستثمارية للعميل. وده من خلال خلق نظام سمارت سيتي متكامل او مدن ذكيه متكامله، بمعنى كلمه مدن ذكيه متكامله. فاحنا كان التوقيع مع شركه فودافون بشانه ان هو ياسس لوجود مدينه ذكيه متكامله. فالتوقيع بيشمل مش بس خدمات التريبل بلاي ولكن التاسيس لكابلات الفايبر اوبتكس على مستوى المراحل السكنيه اللي هيتم توصيل جميع الخدمات الذكيه عليها من الاكسس كنترول والجيت باريرز وكاميرات المراقبه وما الى ذلك. حاجه بجد جميله جدا وعظيمه. طب باشمهندس عايزه اعرف التنفيذ فعليا هيكون امتى؟ ان شاء الله بدء الاعمال هيكون بعد اجازه 7 يناير باذن الله، ولمده مقدارها حوالي 5 ل6 شهور بيكون انتهى تنفيذ تاسيس الشبكه بالكامل وتشغيلها التجريبي باذن الله. بالتوفيق وان شاء الله شراكه مثمره ويا رب ان شاء الله تبقى بالخير. بشكر حضرتك جدا لمداخله حضرتك. ميرسي جدا. اشكرك. شكرا.